بيت السبب. بدأت الحضارة الإسلامية في الفترة الأولى من انتشار الدعوة الإسلامية، بدأ نوع من الفتوحات الإسلامية على مدى 200 سنة تقريبا، كان تم السيطرة على معظم أجزاء العالم القديم. وانفتح المسلمين على كل جنود الحضارة اللي موجودة في هذه الدولة، على الحضارة الفرنسية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية اللي موجودة، وربما حتى حضارات الصين وجزء من الحضارة الروسية. وبدأ الحركة من الترجمة مشان اللي بقول كده المتخصصين بيقول انها من اكبر حركات الترجمه في التاريخ، اللي تم ترجمه كل العلوم القائمه في هذا الوقت الى اللغه العربيه. وبدات مبادره يعني مقدمات حركه علميه يعني بارزه ومشجعه وعملاقه كده. بداوا يحاكوا اللي كان موجود وبداوا يضيفوا عليه. وبدأ بدايات زي ما كنا بنتكلم على بروج في الأندلس والشيخ الغزالي وابن سينا والخوارزمي وعلماء كثيرين والخوارزمي، كل دول كانوا بدايات علماء لنهضة علمية قايمة على برضه فكرة السؤال هو والمنطق، فكرة القياس والمنطق في العلوم والكلام ده. وبدأوا بوادر فكر أو عمل تجريبي للبحث العلمي، كان أشهر معظم كان الحسن بن هيثم في موضوع الضوء وما إلى ذلك، وعمل قوانين خطيرة. بدأت للأسف خلافات، ده كان في العهد العباسي، بدأت خلافات تدور في الأسرة العباسية واتقسمت الدولة، وبالتالي النهضة العلمية يعني لم تستكمل نواة طبيعي. وربما بعد كده كانت هذه البدايات وتأثيرتها في عصر النهضة إلى المنهج العلمي الحقيقي اللي هو أضافه بعد السؤال وأضافه بعد الفرض العلمي، إن هما لازم يعملوا تجربة علمية عشان يثبتوا هذا المنطق إذا كان صح ولا لا. فهنا التكاثر اللي حصل على مر التاريخ، إن فترة طويلة العالم عاشها يكتسب معارف عن طريق الصدفة، بدأ يبقى فيه سؤال وسؤال. السؤال ده بدأ يجاوب عليه الأسطورة، بعد ما الأسطورة بدأت المرحلة الثانية بعد كده احنا نحط منطق في التفكير، بعد كده مش نبدأ نحط بدايات اللي بعد المنطق نحاول نديه أو نثبته بالتجربة العلمية. ده هو المنهج اللي احنا حاليا ما زالت قائما، دخل طبعا عليه تعديلات، دخل عليه الاستراتيجيات اللي بتخش فيه، الإحصاء الطبي اللي بتخش فيه. إنما الحقيقة اللي بقى جاب النهاردة هو المنهج، يعني تغيير المناهج النهاردة هو اللي أنا أقوله. بداية الحمد لله من خلال المنهج العلمي في التفكير القائم على الملاحظة الدقيقة والفرض العلمي المنطقي والتجربة العلمية لإثبات أو نفي هذا، لأن حتى كلكم إن شاء الله لما هتسجلوا هتعملوا رسائل بهذا المنطق، بتشوف ملاحظة وبتحط فرض علمي وبتشوف بتجيب تجربة وكده. أنا يا طب يا مطر عمل تطور مذهل في العلوم الطبيعية. احنا عندنا العلوم بتتقسم إلى قسمين أساسيين، في قسم نسميه علم الشرطين وقسم نسميه الهيومنستيك أو العلوم الإنسانية. العلوم الطبيعية دي هي إيه؟ زي الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجيا، دي علوم طبيعية. والطب من العلوم الطبيعية اللي هو البيولوجي. ده فكرة طبيعة الحياة الطبيعية. في أي مآخر من العلوم الإنسانية؟ اللي هو الإنسان جزء منه، يعني زي الطب، زي الإعلام، زي الإعلام، زي الرياضة، دي كلها علوم الإنسان، زي التعليم، زي البحث العلمي، دي كلها علوم الإنسان كومبوننت أساسي فيه، جزء منه. فقدر يطبقوا المنهج العلمي في التفكير على العلوم الطبيعية بس، فحققوا بعض الفرق رهيبة الحقيقة. بدأ بقى بالقوانين الجاذبية نيوتن، وبعدين بقى كعلم الكيمياء الحديث والفيزياء الحديث والجيولوجيا الحديثة، وأينشتاين وما إلى ذلك من علماء متميزين حطوا قواعد أساسية للعلوم الطبيعية من خلال تطبيق هذا المنهج. جم يطبقوا هذا المنهج على الإنسان، محدش كان متحمس. قالوا إيه ده حاجة يعني، لأن كان زمان
حتى فكرة التكنولوجيا العلم ما كانش واضح، يقولوا العلم بالعلم. لغاية ما دخلت 1907 تقريبا أو 1911 كان في راجل اسمه تيلور، ده كان مهندس في بنسلفانيا الأمريكية. بنسلفانيا ولاية في الشرق الأمريكي موجودة، وكان المهندس ده بيشرف على نقل قطاع سلك حديث من الرصيف للأرض، ومع مجموعة من العمال كان متوسط إنتاج العام في اليوم حوالي 12 طن. الراجل ده كويس، قاعد يفكر يعمل كل يوم طريقة جديدة ويسجلها لنقل الحديث، لغاية ما وصل في يوم إنه وصل التجيب العام إلى 47 طن، الضعف أربعة من 12 ل 7. كل يوم يغير الطريق، ما طريق الشيل يدي الفخاخ يزور مدة العمل. بعد ما رحنا عند الكتاب سماه ال اي الساينتيفيك ساينتيفيك مان سنة 13 عام. وقال ستيتمنت فيه كلمة خطيرة جدا، إن كل عمل بيقوم به الإنسان له فينجر بريك، له طريقة جيدة أو طريقة أحسن طريقة إنك تعملي العمل ده، وعليك أن تصلي لها من خلال التجربة العلمية. ده إحنا تعملي إنسان شايف البيت في طريقة أخرى عمل إنسان شايف، وقارنها إزاي؟ طبعاً علمية كنت تعمل الكوباية وتفتح المجال، ممكن تعملي حريقة في البيت أو تبهدل الدنيا وتبني على الشارع على الأرض، ممكن تعمل طريقة مثالية. أنت بتعمل كوباية الشاي دي بالطريقة وصلناها إزاي؟ من خلال التجربة العلمية. بدأت بقى فكرة هنا علم الإدارة بدأ يبان، وبدأ الحقيقة كم من الأبحاث كبرى تشعر حقيقة، يعني كل ما يتعلق بعمل الإنسان بدأ فيه خلاص في الولد في الرياضة في الحرب في الاقتصاد في الإعلام في الإعلام، يعملوا شغل ويبدأوا يشوفوا أحسن طريقة فيه. أما أجي أعمل دعاية، أنت ساعات عرفت الحل دي في المحل، والمحل ده عامل كذا نوع من الدعاية، عامل إعلان في التلفزيون، إعلان في البوزار، وإعلان في الشارع، وإعلان بتوزع ورق في بعض الطلب، مفيش مرة حد سأل الحل إيه اللي جابك؟ قال لي إعلان فيهم. هو عايز يعني الطريقة المثلى إيه للإعلان؟ والأطفال إيه اللي جابك؟ والصغار إيه اللي جابك؟ والستات إيه اللي جابك؟ عشان بعد كده لما يعمل دعاية يعملها يتعرف هو هيعمل ايه. فبدأت هنا فكرة العلوم الإنسانية تظهر على التجربة، وحصل فيها تقدم مذهل جدا، بحيث فعلا بدأ يبقى فيه كلام على شيء ضمير ازاي يغير عقل الناس. وده بقى اللي جابني لأن الرهان كله في الصراعات اللي موجودة على عقولنا. صدقوني الرهان كله على عقول النهارده بعد الحرب اللي موجوده لعد، يعني يسموها النهارده ان الستيت باور اللي هي الاعلام اللي هو طالع عسكريه خاصه بيا قوه اعلاميه بقى اصلا بره النهارده. الصراع كله على عقولكم. اذا انتوا خدتوا الستيتمنت ده بتتقلوه من غير ما تفلفوه وتفكروا فيه وتحللوه وتعرفوا دي حصلت ولا ما حصلتش، والبنى الحكم ده بناء على ايه؟ هو دي الحرب القادمه. صراع على عقول البشر. دي حرب حاليا النهارده قائمه وموجوده في العالم لامحه، ولها مدارس ولها نظريات ولها شغل، وبتتم من خلال عمليات مدروسه ومحكمه ومغلقه. فعشان كده صناعه المعرفه سواء بقى بجانبها العلمي او بجانبها الانساني لازم نبقى عارفين بتتعمل ازاي، لازم عارفين بتتكون ازاي. لما حد يقول لك ستيتمنت او معلومه مش معلومه يقول لك راي، لازم تساله انت بنيت رايك ده على اساس ايه؟ وايه الداتا اللي عندك؟ والمعلومات اللي جبتها؟ ومنهجك في التفكير كان عامل ازاي؟ عشان توصل الى هذا الحق. فمن هنا حاجة هتكلم فيها النهارده اللي هي ثقافة المنهج العلمي في التفكير. انتوا عارفين الثقافة هي ايه؟
بتعرف هي